مساء الخير. النهاردة هنحضر مع بعض بسلة بالجزر بطريقة سهلة وجميلة، وهنعمل لها دقيقة. أنا دايما تقريبا بعتمدها في كل الخضار اللي بحضره تقريبا. الدقة ديت جميلة جدا، عبارة عن ثوم ومعاه كزبرة، وطبعا كمان كزبرة خضراء، بس الحقيقة أنا ما كانش متوفر عندي كزبرة الخضراء فعشان كده ما استخدمتهاش. لما تطبقوا الوصفة لو عندكم كزبرة خضراء، عودين او ثلاثة متقطعين صغير، وبحطهم كمان مع الخلطة. اتمنى الوصفة دي تعجبكم، وصفة سهلة وسريعة. الحقيقة انا هحضرها كمان بشوربة، لكن انا مش عاملة جنبها ولا لحمة ولا فراخ، انا عاملة بس البسلة، وهحضر كمان جنبها رز بالشعرية. جربوها وبإذن الله تعجبكم. ودلوقتي يلا نبدأ بالطريقة على طول. في الحلة على النار انا الحقيقة ضفت سمن وعليه زيت زيتون، حاجة بسيطة، وقطعت بصل بالطريقة ديت مكعبات صغيرة. بعدها ضفت الثوم على طول، أول ما ريحته تطلع ويدبل هضيف على طول عليه البسلة والجزر. أنا برضو ما كانش متوفر عندي بسلة وجزر فريش فاستخدمت الفروزن. لو متوفر عندكم الفريش استخدموها أكيد. عصرت 5 طماطمات وحطيت عليهم 4 معالق صلصة وقلبتهم وضفتهم على الخليط مع الشوربة. هظبط الملح والفلفل بتاعي وهغطي عليها واسيبها تتسبك. هنا بقى انا ضفت 2 معلقة صغيرين من الثوم المفروم وهحمرهم في شوية زبدة، وهضيف عليهم 2 معلقة من الكزبرة الناشفة. هقلبهم كويس لغاية ما يتحمروا تماما. أول ما لونهم يصفر ويبقوا ذهبي، تقريبا ذهبي غامق، هرفعهم من على النار وهسيبهم على جنب. البسلة والجزر بتوعي هيغليوا على طول، هضيف عليهم الدقة اللي أنا عملتها. وهنا أنا هحضر الرز. ضفت 2 معلقة من السمن العربي وعليها زيت زيتون، وعلى طول ضفت الشعرية. الشعرية لو عايزين لونها يبقى ذهبي وحلو في الرز ما تبطلوش تحركوا فيها لغاية ما توصلوا للون الذهبي اللي انتوا عايزينه. أنا شخصيا بحبها ذهبي غامق وهي في سوى الرز، بعد كده لونها بيفتح. هضيف عليها الرز والملح والفلفل الأبيض والفلفل الأسمر وهقلب كويس جدا. أنا الرز بالشعرية اللي هو الرز البسمتي حضرته ليكم في فيديو منفصل، لو حابين تدخلوا تشوفوه في أي وقت هتلاقوه في بلاي ليست اسمها وصفات الرز. هنا ضفت المية المغلية، هزود كمان شوية، هغطي على الرز بتاعي وهديله تقليبة في وسط السوا زي كده. الرز بتاعي هنا تقريبا استوى. هغطي عليه. الرز عندي دلوقتي جاهز. انا غرفت البسلة بتاعتي وده شكلها في طبق التقديم. البسلة ديت بالدقة اللي انا عملتها طعمها اكتر من رائع يا جماعة. جربوها بالدقة وجربوها من غير الدقيقة اللي انا عملتها وهتعرفوا الفرق في الطعم. اتمنى تجربوها وتعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تسيبولي لايك، واللي ما اشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك على طول. بالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجربها، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وأنتم بألف خير، وباي باي.